بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونواصل في دورة ماوي بالبليزر. إذا قلنا أن ماوي بالبليزر ينشئ لنا تطبيقات إبريد التي نعتمد فيها على سانتاكس رازور سانتاكس والسي شارب في الفرونت اند، وأيضا الواجهات او يعني رسم المكونات يكون عن طريق ال HTML و CSS مثل الرياكت، مثل يعني الايونيك، يعني كل الفراموركات الاخرى التي تنشئ لي تطبيقات موبايل ابريد. ودائما عندما نقول ابريد فمعناه انها تطبيق ويب يشتغل على ويب فيو. اوكي، فدرس اليوم سيكون مكمل لللي اوت والدرس ما قبل الاخير اللي هو الجريد، بعد ذلك نتكلم على فلاكس وانتهى درس اللي اوت. هذا الدرس عملناه سابقا يعني في الدوره، قلنا ان دوره ماوي فيها درسين، فيها جزء يعني دورتين، دوره ماوي بواسطه الاكزامل وهو عباره عن زامر الحديث يعني، ودوره ماوي بواسطه بليزر. ووصلنا قلنا ان كل الدروس التي نعملها بماوي بليزر ستكون نفسها التي نعملها بالاكزامل. وهذا الدرس عملنا الجريد بهذه الكيفيه، يعني رسمنا الجريد كيف نتعرف على كيفيه ادراج كولن وراو في تطبيق ماوي. لماذا هذا التطبيق؟ لان قلنا اللي اوت هو شيء ضروري جدا لوضع العناصر في المكان المناسب، وايضا يكون ريسبونسيف. اذا ما تحول التطبيق الى ويب فلا تكون عندي مشكل، اذا عرضنا التطبيق على تابلت ما يكون عندي مشكل، اذا كان موبايل ايفون او اندرويد حسب الحجم للشاشه فلا يكون عندي مشكل. اذا نفتح فيزيوال ستوديو ودرس اللاي اوت، وعملت يعني وضعت كل شيء كومنت ونبدا ان شاء الله. نريد اذا رسم هذا هو الكود، سنحذفه من هنا. اوكي، اذا هذا هو الدرس السابق وتكلمنا على البوزيشن ريلاتيف وابسوليت بوزيشن، والان سنتكلم على الجريد. اذا الجريد لرسم جريد قلنا في الاكزامل هنا وفي درس الاكزامل قلنا ان هناك الكود المستعمل هو عباره عن جريد ديفينيشن راو ديفينيشن، ونضع تعليمات تعريفات للريو، وبعد ذلك كولن ونعطيها تعريفات للكولن، ثم بعد ذلك نبدأ برسم كل عنصر ونقول له أنت ستوضع في الجريد ريو رقم صفر الكولن رقم الإحداثية صفر صفر، أنت هذا اللابل سيكون في الإحداثية واحد صفر. يعني بعد أن ننشئ الجريد سنضع العناصر بداخل كل خانة. أما في البليزر فهو يعتمد على بوستراب او ماتريال ديزاين، يعني كما تريدون، يعني اي شيء على سي اس اس اون جينيرال، يعني بصفه عامه سي اس اس. وفي دروس البوستراب هناك جريد سيستم. هناك الناس تخطا كثيرا ما بين انشاء الجريد كجريد يعني للي اوت وبين جريد للداتا. اوكي، فهناك جريد فيو يعني معروفين، ساعطيكم مثال. مثلا هنا الجريد فيو، هذا جريد فيو ليس هو جريد للي اوت، وانما هذه داتا، هذه بيانات سواء تاتي من قاعده بيانات او ملفات او غيرها. فتكون عندي رو ويكون عندي كولن، لكن لا نعملها بواسطه الديف لانها داتا، فنستعمل مكون طابل في الاشيامان. هناك طابل وهناك الديف. اوكي، حتى ان هناك يعني طابل مشهور جدا فيه الفلتر والسورت اسمه داتا تابل. داتا تابل هو بهذه الكيفيه، حيث نستطيع التنقل ما بين الصفحات، نعمل سورت والفيلد. هذا الداتا تابل هو عباره عن طابل HTML، وبعد ذلك نضيف له جافا سكريبت لكي نعمل الاحداث هذه التي تحصل على مستوى الباجيناسيون، الاحداث التي تحصل عندما نعمل فلتر سورت الى اخره. اوكي، اذا اما اللي اوت فعندما نريد رسم مربع بهذا الشكل او نقسمه الى اربعه مثلا هكذا،
لأن تقسيم الصفحة ضروري جدا، فنريد عرض مثلا قائمة هنا، وبعد ذلك صورة هنا، وبعد ذلك مثلا نريد فورميلار يعني هنا، استمارة إدخال البيانات وزر الأوكي، وبعد ذلك جراف مثلا هنا. فهذا اللياوت تقسيم الصفحة ضروري جدا، الديف هو المستعمل في هذا الشأن. أما عندما تكون عندي جريد فيو للداتا، وعندي راو هنا أو نسميها داتا تابل كما قلت لكم، فهنا نستعمل مكون تابل تي دي تي ار. أوكي، فالآن سنتعرف على كيف نصنع جريد بالديف. بالبوتستراب الأمر بسيط جدا، يقول لك عندما تريد أن تعمل راو فقط ضف كلاس راو، عندما تريد أن تعمل كلاس كولن ضيف كلاس كولن. ما معنى ذلك؟ ما معنى أنه عندما لاحظ هنا ماذا عندي في الشكل هذا؟ عندي راو رقم واحد وراو رقم اثنين، وبعد ذلك في الراو رقم واحد يوجد فيه كولن رقم واحد وكولن رقم اثنين، وأيضا نفس الشيء بالراو رقم اثنين. أوكي، نستطيع أن نجد هنا كولن واحدة فقط في الراو الثاني مثلا، وهذا نستطيع عمله. إذا لو أردنا أن نعمل نفس الدرس الذي قمنا به هنا، حيث وضعنا ديف بهذا الشكل، هناك ثلاث أسطر وعمودين. إذا سأعمل على ثلاث أسطر وعمودين، نبدأ بالعمودين أولا. ثم نكرر هذه ثلاث مرات، ونضعهم في حاوية. الحاوية تكون إجمالية، يعني أين هو الصورة؟ هذا يكون ديف في شكل راو، يعني ربما أضيف شيء آخر في الأسفل، لذلك سأضعه كونتنت أو راو أو المهم يكون عندهم ديف كأب. كنترول أ كنترول دي كنترول ك كنترول دي و لتحسين العرض. بعد ذلك نذهب إلى الألوان، هناك بوستراب أيضا الألوان، ما علينا فقط أن نكتب color. color تظهر هنا بعض الألوان. فنذهب إلى source وهنا نكتب background هي بيجي والكرة الأول. اوكي، نجرب هكذا. او نضع الاحداثيات مثلا، هذه واحد واحد، او الخانة صفر 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 نسميها، ثم صفر واحد، بعد ذلك واحد صفر وواحد واحد. وهنا اثنين صفر واثنين واحد. وهذه النتيجة كما تلاحظ. نريد أن نكبر، نعمل يعني بورسون هنا. أولا البوستراب يقسم لنا الواجهة إلى 12 خانة، يعني هنا
سيعطينا 12 خانة هنا، 1 2 3 4 عمود عفوا ليس خانة، أوكي حتى 12، هذا هو التقسيم. لو قلنا له أعطيني فقط خانتين يعني كول 2، معناه أرسم يعني أترك 8 هنا وأرسم الباقي في خانتين، يعني هو بالبرسنتاج هو سيقوم بعمل التقسيم بالنسبة المئوية، لكن هنا في الكول في الكتابة سنكتب له مثلا هنا ستكون هذه عرضها 2 فقط، والباقي ستأخذه كلها يعني كل الكولن هذا سيأخذ كل المسافة المتبقية، أوكي. والآن أريد أن يعمل المساحات ككل يعني، فأضيف له 100% للفيرتيكال رايت أو هايت، فيأخذ 100%، هكذا يعطيني الواجهة 100%. هنا سيأخذ فقط من هذه المساحة الإجمالية يأخذ فقط 20%، و80% هي المساحة المتبقية. لماذا؟ قلت له خانتين فقط، يعني 20% والباقي يكون للخانة الثانية كما تلاحظون. إذا كان أردت يعني 50% 50%، أستطيع عمل أيضا أقول له 50% معناتها 6، يعني قال 6 وهنا 6 أيضا، أوكي، وتكون النتيجة هكذا. إذا السطر الأول يحتوي على 50%، الكولون الأولى 50% والثانية 50% والباقي 20% 20%، وهنا 88. لماذا 6 6؟ لأن 6 زائد 6 يساوي 12، وقلنا أن العدد الإجمالي 100% هي 12، أوكي. الآن كما قلت أن هذه الدورة ليست فعلا CSS، درس CSS، ولكن نتعلم الأشياء الضرورية فقط، وبعد ذلك عليكم أن تبحثون أكثر أكثر. وهناك أيضا يعني الواجهة هذه إذا كانت واجهة صغيرة، فهناك أيضا يعني small ولارج ومتوسطة إلى آخره، وكلها عن طريق الكول، يعني نضيف له اسم هنا ونعطيه في حالة اللارج يكون 6، أما في حالة لحظة آتي بالليست يعني. إذا XS هي للواجهات تكون صغيرة جدا، ثم الـ SM ثم الـ MD المتوسطة ثم لارج الكبيرة، الشاشات الكبيرة اللي عندها 1200 بكسل، أوكي. فنستطيع أن نقول له مثلا في حالة اللارج يكون عندي عرض لي الشاشة 50% 50%، لكن في حالة الموبايل لا أريد أن يعرض بهذا الشكل، بل في حالة الموبايل الكول موبايل هو اس ام، اقول له عرضني 2 هنا وهنا 8، نجرب هكذا، فلاحظ هنا انه اخذ 50% 50%، لكن انا قلت له في حالة الموبايل يعني في حالة الحجم الصغير، لاحظ ليس حتى الموبايل، يعني ربما قلت ان الموبايل هي اس اكس اس وليس اس ام، انا كتبت اس ام يعني حتى الطابلات. في حال الطابلات لوحه هكذا، فهنا شيء كبير، ثم لاحظ نغير الحجم يتغير شكل المكونات الداخل شكل القانون، فاصبح هنا 20% و80%، اوكي. يعني هذه هي الديف، يعني هناك الكثير يعني عليكم تعلموا في البوستراب، يعني اشياء رائعه في البوستراب، ضروري جدا لعمل ريسبونسيف. وكما قلنا ان البلايزر ماوي بلايزر يعتمد على الريسبونسيفيتي، يعني يعتمد على شكل المكونات الموجوده عن طريق بوستراب او ماتريال ديزاين او اي حاجه سي اس اس، حتى يعني سي اس اس كلاسيك، فقط نحترم الريسبونسيف. هذا كل شيء في درس هذا اليوم، تعلمنا اذا اللاي اوت. الدرس القادم سيكون حول الفلكس ان شاء الله، ونتهي من اليوم. السلام عليكم.